إن من الناس من يقول إنه تائب من الربا ولكنه والعياذ بالله مصر عليه، يمارس الربا صريحا ويمارس الربا مخادعة. وقد مر بنا كثيرا أن الذي يمارس الربا بالمخادعة أعظم إثما وجرما من الذي يمارس الربا بالصراحة، لأن الذي يمارس الربا بالمخادعة جنى على نفسه مرتين: أولا الوقوع في الربا، وثانيا مخادعة الله عز وجل، وكأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم. وهذا يوجد كثيرا في الناس اليوم، الذين يتعاملون بالربا صريحا أمرهم واضح، لكن من الناس من يتعامل بالربا خيانة ومخادعة. تجد عنده أموالا لها سنوات عديدة في الدكان، فيأتي الغني بشخص فقير يقوده للمذبحة والعياذ بالله، فيأتي إلى صاحب الدكان الذي عنده هذه البضاعة ويبيعها على الفقير بالدين بيعا صوريا، كل يعلم أنه ليس بيعا حقيقيا، لأن هذا المشتري المدين لا يقلبه، لا يقلب المال ولا ينظر إليه ولا يهمه، بل لو كان أكياسا من الرمل وبيعت عليه على أنها رز أو سكر أخذه، لأنه لا يهمه، يهمه أن يقضي حاجته، فيبيعها عليه مثلا ب10,000 لمدة سنة وينصرف بدون أن ينقلها من مكانه، ثم يبيعها هذا المدين على صاحب الدكان ب9,000 مثلا، فيؤكل هذا الفقير من وجهين: من جهة الذي دينه ومن جهة صاحب الدكان. ويقولون إن هذا صحيح، بل يسمونه التصحيح، يقول تعال أصحح عليك أو أصحح لك كذا وكذا. سبحان الله، هذا تصحيح، هذا تلطيخ بالذنوب والعياذ بالله.